التخيل انه ما كنا نتخيل من اول مره انه نطلع من سوريا، بس للاسف الظروف هي اللي بتغير ملامح افكارنا او مستقبلنا. ومعي الكاميرا وطالع بالطريق، قلت بدي اصور، يعني على الاقل ساوي فيها وثائقي وشوف للناس، اشوف للناس يعني. كل مره كنا يعني نبتعد فيها اكثر، الامواج كانت ترتفع وقتها، الامواج كانت تضرب وتفوت حتى تفوت جوا. لا تخاف يا اخي، سعادتي كانت بسوريا، وخرجت لاجل انه نعيش حالنا ونكون حالنا مستقبلا، وما نقدر نحن نعيش تحت الظلم والقهر والحصار والامور هاي كلها، فاضطرينا انه نطلع يعني. يا اخي وقف، لا يروح يضربنا، لا يضربنا يا معود، يا ولك وقف يا اخي.